وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، أبرز القضايا الدولية المطروحة على أجندة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني أبرز القضايا هتكون هي مسألة كما جاء في التقرير مسألة الحرب والسلام، لأن العالم الآن يعاني من هذه الأزمات، سواء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبدأت تدخل في الشهر الأخير من العام الأول، واعتداءاتها الأخيرة على لبنان والتهديد بتصعيد الحرب في منطقة الشرق الأوسط. هذا شيء بيهدد الاقتصاد والتجارة والاستثمارات والسياحة وكل مصالح الدول في هذه المنطقة الحيوية. أيضا الحرب الأوكرانية مستمرة ولا تحقق أي تقدم لصالح أوكرانيا أو لصالح حلف الناتو، وروسيا بتحقق كل مدى استيلاء على مزيد من الأراضي. فكما قال المستشار الألماني شولتز، لابد من مخرج حتى لو اقتضى أن أوكرانيا تقبل بعض التنازلات. أيضا الأزمات الأخرى في الشرق الأوسط، طبعا الآن الأزمة الساخنة منها هي السودان. السودان دولة كبيرة لديها موارد طبيعية تكفيها أنها تكون سلة غذاء العالم العربي. شعبها الآن يعاني من المجاعة ومن المرض ومن القتل في الحرب، وده بين يعني فصيلين من الشعب نفسه. فهذا قضية خطيرة تهدد وسط أفريقيا والقرن الأفريقي بحاله. أيضا أزمات أخرى تم التعرض لها، ربما لا تكون بارزة على السطح ولكن ستكون موجودة بقوة، زي القضية الفلسطينية، كيفية حلها، لأن حل القضية الفلسطينية سيساعد على حل الكثير من الأزمات. صحيح. أيضا الأزمة الليبية والأزمة السورية والأزمة اليمنية وغيرها من الأزمات الموجودة في مناطق أخرى. هذه الأزمات التي ستعرض على الاجتماعات الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، من وجهة نظرك ما هي فرص التوصل إلى حلول للنزاعات حول العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وأن تكون هذه الحلول فعالة على أرض الواقع؟ لا نذهب بعيدا في التفاؤل، هو بيتم التوصل إلى تفاهمات. هل هذه التفاهمات هتنفذ على أرض الواقع؟ يعني على سبيل المثال الرئيس بايدن الآن منذ يومين أو أكثر بيصرح من ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة وقف القتال وضرورة منع توسع نطاق الحرب. هل الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد أن تمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل لتنفيذ ما يطالب به الرئيس بايدن؟ هل هي على استعداد لتقديم قرار لمجلس الأمن وفقا للفصل السابع يكون تنفيذه وجوبيا لوقف إسرائيل عن عدوانها وتهديدها للمنطقة؟ يعني هو هذا هو السؤال. أما إن هو يعني إبراء ذمة ويقول إن هو بيعمل على وقف إطلاق النار، إحنا شفنا قبل كده إن الرئيس بايدن والمسؤولين الأمريكان صرحوا أكثر من مرة أنهم قرب التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأنهم توصلوا إلى 90%. داخل كل هذا الكلام اللي هو مضيعة للوقت، الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع إذا أرادت أن تضغط على إسرائيل لوقف كل هذه الحرب. وقف الحرب في قطاع غزة هيؤدي إلى الآتي: وقف عمليات الحوثيين ضد الملاحة في البحر الأحمر، وقف عمليات حزب الله ضد إسرائيل، وقف خطر اتساع نطاق الحرب. فهي مش مجرد أنها وقف في قطاع غزة فقط، لأن المنطقة مرتبطة ببعضها طبعا، وإحنا تابعنا يعني خلال الفترة الأخيرة تواصل العدوان الإسرائيلي سواء بالنسبة في غزة والضفة وأخيرا طبعا في لبنان. وبالتالي يعني وفقا لما ذكرت لابد أن يكون هناك إصلاح للنظام الدولي لكي يكون أكثر فعالية، والولايات المتحدة لها دور في هذا الصدد. أشكرك جزيل الشكر السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.